رامي اسماعيل السار حط كورة وكي ممتازة في ظهر المدافع كابرييل وما زالت كورة في الملعب. يدخل كابرييل تخرج من كيلفين يونداني ساديو ماني تغطية موجودة من كيلفين يونداني وقبل كانية من مسوفا يمشي سيمو مسوفا وضربة مخالفة ممكن مع الانذار قوية تدخل والانذار لبادونداي أمامنا بوانا ساماتا يرفع كورة التمهيد بالرأس من شو كورة إلى خارج أرضية الملعب رامي التنفيذ خروج الحارس آيتشي مانولا وضربة مخالفة في الدفاع التنزاني ضربة كورة ساماتا والتصويب في كورة من مدثر يحيى والدفاع السنغالي حط كورة خارج الملعب إصابة لساليف ساني قلب دفاع منتخب السنغال وتشالك الألماني لدي المباراة لساليف ساني مع السنغال الصعوبة عليه يخرج مانولا أمام باينيان ما خذاهاش الحارس آيتشي مانولا لكن يدارك الدفاع حاول يبعد على مواتيكا وتدخل قوي التدخل من دافيد مواتيكا شوف طبعا يعني تخوفات اليو سي سي منذ لحظات يخسر ساليف ساني معاد ممكن كان يكون قرار اخر هذه كرة تنفيذ بالراس الصعود من كاليدو كوليبالي بعيدة راسية كاليدو كوليبالي فوق مرمى الحارس اخر ربع ساعة من المباراة نفس المجموعة منتخب كينيا صاحب التجربة والخبرة واجه صعوبات كبيرة لنخفع يعني اقل حاجة على بعد متر من جدار الديفوز والارقام لكن النتيجة متعادلة لحد الان دون كورة كيتا بالدي والهدف الاول كيتا بالدي يفتتح التسجيل تمريرة ممتازة ياخذ الكورة باليمين يصوب باليسار أرضية بالدي وباخت آيتشي مانورا ويفتتح التسجيل لأسودا تيرانغا 1-0 منتخب التنزاني لم يصمد إلا تقريبا 26 دقيقة 1-0 كيتا بالدي في إيفرتون كان طبعا محط انظار هذه كره خطا في الدفاع لكن يونداني التوسيع ممكن الثاني اسمع لسار والتصويب بعيده ما هذا اسمع لسار والتصويب بعيده فرصه هامه لاضافه الهدف كوياتي على مارتين كوياتي والهدف الثاني لا كل ثم لمسه يد زاد قاسم يقول لمسة يد ننتظر الإعادة يتعدى إسماعيل السار يبعد على تشوبوكو وضربة مخالفة وتدخل يستحق الإنذار تدخل تشوبوكو نجح إسماعيل السار قال والجزائر يوم 27 جوال جولة ثانية كيتا باتي كورة استلام والتصويب بعيدة كورة بادونداي ضربة مرمى لتنزانيا نتابع هذه الكرة بعيدة كورة منتخب لساماتا ساماتا ورجع ثم تسل منذ البداية التوزيع كورة بالراس ومانولا تحت العارضة يحولها إلى ضربة ركنية منذ الدقيقة الأولى قريب جدا منتخب السنغال من إضافة الهدف الثاني ضاعت الأولى من كيتا بالدي أخرى كيتا بالدي في القائمة الثانية والدفاع التنزاني واضح أن منتخب السنغال يريد أن يؤمن الأسبقية ويؤمن النتيجة تفاديا لمفاجآت غير سارة في هذا الشوط الثاني كيتا بالدي يرفع كورة بالرأس وجانبية كورة شيخو كوياتي كان اسبق لسار اسمع لسار كيتا باردي يقطع التصويب ما خذاهاش كما يلزم كيتا باردي سال كورة في دين آيتشي مانولا
هو التغطية من مدافع يحيى مسات الكرة كريبا دياتا، هو في الأخير كيلفين يونداني حط الكرة في الركنية. ترشع من شومبوكو وتصويبة بعيدة من موسى واقي. بعيد ترجع له الكرة من جديد. يرفع بعيدة بعيدة على سيمون سوبا. إدريسا ودفاع في وسط أربعة خمسة مدافعين. إدريسا إسماعيل أسار حط كرة لكيتا باردي، هو الدفاع من دافيد إسماعيل أسار. ترجع من يونداني. إسماعيل أسار إسماعيل أسار وتدخل من آيتشي مانورا بعد ما خذ الأسبقية على يوسف سابالي مع إنذار. إنذار لسيمون سوفا. سولي مرمى آيتشي مانورا، ممكن هاتي باي، ممكن هاتي باي، وأمامه حوزته كرة من ركنية كيتا بالدي. ترجع كرة ثانية وين التصويب؟ التصويب جول كريبا دياتا، قوية جدا كما شاهدت كريبا دياتا، ما يخلي حتى إمكانية لآي جي مانولا، والهدف الثاني لأسود التيرانجا. قوية جدا كورة كريبا دياتا، لعب بروش في كورة مرتدة وحده كما جاء دون ترويض، قوية من كريبا دياتا يمضي الهدف الثاني لمنتخب السنغال. وفي نفس المجموعة مالي موريتانيا، هذه كورة كورة لسامتا، وثم تسلل ضد مباونا سامتا. متسلل لعب في كون، لعب في نيس وباستيا، وانتقل لنيم منذ البيت وسيمبا. المخالفة لمتدر يحيى، يتعرض ليسار قوي على اطراف مع جابرييل، يرفع كورة وآيتشي مانولا قبل امباينيان، والمخالفة ضربة مخالفة للمنتخب السنغالي. شوف نقص التجربة والخبرة. كوياتي ام ادريسا كاناكيي. ادريسا تصويب، تضرب في الجدار، ترجع كورة يوسف سابالي لساداتيو كز بينما التنفيذ من مالك فريدي. كوماتا ساماتا لجومبوكو، ودفاع كوين دياتا، خطيرة كورة يتعدى اسماعيل السار، التصويب عرضية كورة اسماعيل السار. منتخب السنغالي قلت لي مقابل صفر بعد ادخل في سلسلة ايجابية سواء على مستوى التصفيات، كنت تصدر المجموعة الأولى في تصفيات كان 2019، مجموعة ضمت مدغشقر السودان وغينيا الاستوائية 16 نقطة من 6 مباريات، 5 انتصارات